الأعزاء الأصدقاء، حيكم حميد عقبي، وفي هذا النهار المشمس وأنا في هذا المكان، هذا المكان تعودت أن أتي إليه وهو موحي جدا جميل ورائع في هذه المنطقة في مدينة كون النورماندي. أود أن أذهب بكم هنا في هذه الحلقة إلى حلقة جديدة، تأملات حول أفلام سينمائية عربية وعالمية. وبدي أذهب إلى فيلم مصري، فيلم مصري مهم جدا أعتقد، وهو فيلم انتبهوا أيها السادة من إخراج محمد عبد العزيز 1978. هذا العمل عندما تشاهده سترى واقعية، يعني ربما في بعض الأحيان تكون مباشرة ومباشرة جدا، وقد تشعر أن هناك لغة سينمائية سهلة، يعني حقيقة لغة سينمائية ليست بذلك التعقيد. الكادرات والأطر التي اشتغل عليها أو وضعيات الكاميرا السينمائية في هذا العمل اللي اشتغل عليه المخرج محمد عبد العزيز ليست بذلك التعقيد، وليس ذلك البحث عن الجمالية، وليس ذلك البحث عن الزخرفة، ولا حتى الشعرية أو الشاعرية. هذا الفيلم طبعا تأليف أحمد عبد الوهاب، وهو من بطولة محمود ياسين في دور عنتر، حسين فهمي، الدكتور جلال، ناهد شريف، عايدة، زيزي مصطفى، سعاد أخت الدكتور، وصلاح نظمي والد جلال، أحمد راتب مدرس بسيط في مدرسة. الفكرة الأساسية والفكرة المهمة جدا اللي يدور عليها، وهو يعتبر من الأفلام المهمة جدا التي نبهت إلى التغيير في هذا المجتمع أو المتغيرات المجتمعية في المجتمع المصري، وهيمنة الاستهلاك، هيمنة المادة على الفكر وعلى الروح، وعلى هناك دق لناقوس الخطر. كون هذه الشخصية سنرى محمود ياسين في دور الزبال، الزبال عنتر، والذي هو عبارة أنه زبال يجمع الزبالة، لكن هو عندما يتحدث عن الزبالة يقول هذه الزبالة أو القمامة يعني ليس كما إحنا نراها عفن ووسخ وقذارة، هذه ذهب، ذهب، لأن الناس يعني كلما يعني المجتمع أصبح مستهلكا، فأصبح يعني الورق والكراتين وعلب والزجاجات وكل هاي يعني استهلاكية، والأشياء التي تظل من استهلاكنا هم يقومون بجمعها وتصنيفها وضغطها وبيعها وإعادة تدويرها، وحتى ذلك المقلب يعني تلعب وتأكل منه الخنازير والحمير والدواب، تأكل من القمامة، ونحن نستهلك بعد ذلك هذا اللحم اللي هو لحم هذه المواشي أو لحم هذه الخرفان التي ترعى أساسا من زبالتنا. الفيلم في البداية كما قلت في المشاهدة الأولى، ربما إذا لم نتمعها سنرى أنه فيلم مباشر، فيلم واقعي محض، يعني فيلم لا يذهب كثيرا إلى الدلالات ولا إلى الرموز ولا إلى السينمائية، ولا يعني يأخذ وضعية الكاميرا عادية، موضوعي يعني موضوعية تكاد تكون موضوعية، حتى يعني اشتغالات على وجهات نظر الشخصيات يعني ليست بذلك الاشتغالات الكثيرة. سنجد هون يعني مثلا حتى ناهد شريف المعروفة بالإغراء والمعروفة بكذا، تقدم شخصية سهلة عبارة أنها خطيبة جلال وهي مدرسة وكذا، يعني ليست بذلك الشخصية اللي هي ليست تبرز جسدها ولا فتنة جسدها ولا كذا. القضية المهمة جدا في هذا العمل، أستاذ جامعي يعني بعد 10-15 سنة من الدراسة والبحث وتأليف الكتب، وبعد أن خطب ناهد أو خطب عفوا اللي هي عايدة، خطبها 5 سنوات، بالأخير هو ملزم أن يوجد مكانا لحياته، لأنه هو عايش مع أهله، وأهله يعني أخته عايشة مع زوجها وأبنائها، شقة صغيرة. أبوه رغم أنه يعني كان مستشار قانوني وقاضي أو مش عارف إيش، لكن بعد إحالتها المعاش ف يعني عادي جدا، يعني راتبه التقاعدي يدوب يجعله يعيش حياة كفيفة أو حياة بسيطة، وجيد أن هؤلاء يملكون مثلا يعني شقة تأويهم. العمل هون يعني هذا أستاذ الفلسفة، أستاذ الفكر، وأستاذ الروح، وأستاذ العقل، وأستاذ المنطق، وأستاذ الجمال.
لكنه في هذا المجتمع يجد نفسه يعني بعد هذا العمل كله ما جمعه هو 1500 جنيه. تصوروا 1500 جنيه، 5 كتب، 10-15 سنوات من البحلقة في الكتب، آلاف أو عشرات أو مئات الطلبة التي يدرسهم، هو يرفض يرفض أن يذهب أو أن يخرج من يعني أن يسافر كأستاذ جامعي في استعارة أو في جامعة أخرى عربية أو الهجرة. يرفض أيضا أن يكون فهلوي، يعني هو يقول لك أنا أستاذ جامعي، يعني شنو؟ أنا أقرأ أكتب أفكر أعطي محاضرات للطلبة أتحدث، يعني لا أنا لا أملك، يعني لا أملك شيء غير هذا، أنا لا أملك يعني شيء. يعني وكأن هذا الفيلم يتحدث عن واقعنا اليوم يا جماعة، يعني أنا كاتب، أنا شاعر، أنا روائي أو فنان، أنا لا أملك، أنا لا ليست عندي، لأن لست ساحرا ولست فهلويا، يعني كل ما أقدر أن أفعله هو أن أكتب، أن أفكر، أن أنشر، أن كذا أن كذا. ونحن كمجتمعات بحاجة إلى هذا الفكر، بحاجة إلى هذا الروح، بحاجة إلى الأمل، بحاجة إلى التأمل، بحاجة إلى العلم. يعني لا يمكن أن تفرغ مجتمعا أو أن تهين علماء، عندما تهين علمائه ومثقفيه يعني في أي مجتمع في أي دولة، وعندما تجعلهم عالة، وعندما تنظر إليهم إنهم مواطنين من الدرجة الثانية أو الثالثة أو العاشرة، فأنت هون يعني أنت يعني بمعنى تقصف هذا المجتمع، تقتل هذا المجتمع، أنت تقتل الجيل القادم، أنت تزرع التفاهة، أنت تزرع يعني لا يمكن أن نكون يعني، وعلى لسان جلال يقول لا يمكن أن نكون مجرد ناس تأكل وتشرب وتلبس الجديد. ويقول لخطيبته تقول له ولكنني امرأة، لكنني إنسانة عندي أحلام أود أن يتحقق، ولو بعضها على الأقل أن يكون هناك عشر الزوجية، مكان، سقف، بيت، 4 جدران يحمينا. عنتر هون يعني، ويقدم محمود ياسين صراحة حقيقة يعني أداء رائعا وبديعا وأنيقا جدا في هذا العمل. عنتر هذا الشخص يقول لك أنا والله إنسان جاهل وأنا كذا، ولكن الحظ أو مش الحظ أو ربما أيضا يعني فهلوة. هو عندما يعني في البداية سنجده يأتي ليخطب أخت جلال ويظنها أنها يعني عاملة أو أنها خدامة، بعد ذلك يقول لها المستشار هذه ابنتي، فيصاب بالصاعقة. فبعد ذلك هو يذهب ويمر الزمن فيصبح صاحب عمارات وصاحب فلل وصاحب عربيات وصاحب لوريات وصاحب يعني مستولي على قطاع الزبالة تقريبا في منطقة ضخمة جدا في القاهرة، وتدر عليه الملايين، حتى أنه ببذلته بأناقته بالكرافتة بتاعه وكذا يأتي إلى المقلب يعني مرة بالأسبوع على الأقل ليشرف، لأن هذا ليس يعني هذه ليست وساخة وليست قبارة، هذا ذهب، يقول هذا ذهب، هذه يعني هذه رزق هذه. فهون بعد ذلك احنا نستكشف ربما عندما تتأمل في هذا العمل بعد المشاهدة الأولى تبدأ تستكشف أن هناك دلالات، أن هناك دلالات استعارية عميقة خلقها المخرج رغم المباشرة، رغم أنه يعني لم يخلق كادرات مثلا فنية بالتعامل مع الوجوه، بالتعامل مع الشخصيات، بالتعامل مع المكان، وال يعني جعل الكاميرا كأنها ذلك الشخص الذي يرى من بعيد أو يرى يقترب بشكل كأنه يتفرج، كأنه يعني وكأن المخرج يريد هذا الواقع. أنا لا أريد أن أزيفه، لا أريد أن أضيف إليه جماليات، لا أريد أن أبتكر جماليات في التصوير وفي كذا، بحيث أنني أريد أن تصل هذه الحقيقة إلى وبكل قسوتها، بكل ألمها، بكل خطرها. سنرى كيف عندما يتعرف الزبال اللي هو عنتر على الدكتور جلال ويطلب منه الشقة، يقول له تحت أمرك وبس يدفع 3000 أو 5000 جنيه، أوكي، يعني بالأخير يجمع
جلال حوالي 1500 جنيه عندما يعطيه إياها وكذا يذهب هذا يقول لها طيب أنا مستحيل إن أنا أعطيك الشقة إلا أن تذهب معي وتسكر معي في إحدى الكبريات. يوافق ويرى جلال بأم عينه يرى إنه 1500 يعني اللي هي نتاج 5-6 سنوات من العمل والتقشف والضغط على الذات وإصابتي بالضغط وإصابتي بأمراض رغم أنه ما لا يزال شاب ولم يذق من الدنيا شيء. يرى أن هذا عنتر الزبال أو صاحب الذي أصبح صاحب العمارات أو كيف أنه يرمي بهذه الآلاف أو بهذا 1500 بهذه 5 سنوات من التعب ومن التقشف ومن عرق هذا الباحث وحلم هذا الباحث يرمي به يعني يرمي به فرثة به تحت رجلين رقاصة رقاصة عادية ليست تلك الرقاصة مشهورة يعني راقصة عادية جدا. يا جماعة هذا ما يحدث الآن في الواقع. اذهبوا إلى أي مهرجان من مهرجانات الخليج العربي، اذهبوا إلى أي مهرجان من مهرجاناتنا العربية، سنجد إنه يعني مجرد أن تأتي راقصة مشهورة أو تأتي فنانة أو عارضة أزياء من هوليود أو من أمريكا من أوروبا يا اعطوها شنطة حقيبة 3-4-5-6 أكياس من الدولارات. يعني هذا هو الواقع حقيقة. حتى يكون أحيانا يعني من المصادفات أن تكون مثلا مهرجان فني مهرجان فكري مش عارف إيش. فهذه هي الحقيقة. يعني هون يعني نبه هنا المخرج محمد عبد العزيز 1978 مبكرا هناك متغيرات حقيقية تحدث، هناك متغيرات حقيقية تحدث. حتى أن يعني جلال يقول عندما تناقشه أو عندما يكون النقاش وهناك نقاشات كثيرة متعددة مع خطيبته تقول له ولكن هناك من أساتذة الجامعات من يستطيع العيش، هناك من المفكرين من لديه فلل، هناك من المفكرين من لديه عمارات، هناك من الكتاب، هنالك من الشعراء من يمتلكون اليخوت. كيف حدث ذلك؟ أولئك الذين فعلوا ذلك بمعنى أنهم باعوا فكرهم، باعوا كذا. يعني هون الآن يعني أنت ككاتب، أنت كشاعر، أنت كفنان تشكيلي، أنت كفنان مسرحي كسينمائي، في هذا الوقت من الصعب عليك أن يعني أنا أكتب إبداع والله وبدي أقدم هذا الإبداع وسيرحب بي وسيصفق بي. لا، ده كلام يعني غير واقعي، ده كلام أحلام. ولكن إذا وجدت مثل عنتر، شخصية مثل عنتر تدعمك، تقدم لك الدعم، تتبنى مع مشروعك الفني أو الأدبي أو الثقافي أو كذا، أنت ممكن تصل، ممكن أن تصبح صاحب آلاف وتصبح صاحب الشهرة. يعني اليوم هذا ما يحدث. يعني عنتر موجود، عنتر موجود، وهو الذي يعني كان نهاية الفيلم الأستاذ الجامعي يقول للناس وهو يتحدث عن الحقيقة، الحقيقة هي عنتر، أو الواقع هو بشكل آخر نقول الواقع هو عنتر. اليوم الواقع في الثقافي والإنساني والإبداعي والفكري والثقافي هو عنتر. عنتر هو من يحرك من يحركنا إحنا كمثقفين. يعني نحن عندما نظل متمسكين بالحلم الإنساني، بالأمل، بالإنسانية، بالأشياء هذه والمبادئ والأفكار العميقة والفلسفية والذهب والبحث عن الذات والبحث عن الحلم والبحث عن الواقع، لا يمكن أن تكون مرئيا، لا يمكن أن تكون مقروءا، أو ستقرأ بشكل محدود جدا إذا لم يكن لديك عنتر يساندك. إذا لم يكن عنتر قد يكون شيخ من مشايخ الخليج، شيخ عنده مثلا والله عنده 1000 عامل، هو يأخذ على كل عامل مثلا $100 على الأقل بالشهر، هو يبيع الفيزا $5,000-$6,000، ب2000 على الأقل $3,000. يعني عنتر هذا يعني هو كسيب، يعني هو كل سنة لو باع له 1000 فيزا يعني عنده 6-7 مليون دولار تنحط في هيك، يعني تنحط في حسابه، يعني وكل سنة على الأقل 15 من هاي الأشياء بتاع العمال اللي هو يكفلهم. هذا هو عنتر الذي اليوم تدخل إليه الملايين بدون ما يتعب. عنتر
لا يتعب عنتر. عنتر هو واقف والناس تجمع الزبالة والناس كذا. عنتر هو هذا يعني هذا. وهو قد يعني يدعمك وقد يقيم مؤسسة، قد يقيم هيئة، قد يقيم مسابقة، قد يقيم كذا، ويصرف عليها شنو؟ هو كسبان 20-30 مليون دولار يعني هيك تجي من السماء، هيك تجي على رعاية العمال أو على البيز بتاع العمال أو على كفالة العمال، وهو يخصص 100,000 دولار مثلا، يعني 100,000 دولار يعمل نفسه جائزة، يعمل نفسه مؤسسة 200,000 دولار. وإحنا كمثقفين يعني نتزاحم ونقدم ونرسل ونحلل إبداعه أو كتاباته أو إنتاجه ونضع صوره ونبارك له و يعني هذا هو عنتر الذي يحكم الثقافة. عنتر البارحة أو عنتر الموجود في فيلم انتبهوا أيها السادة لا يختلف تماما عن عنتر اليوم الموجود. حتى عنتر موجود في كل بلد، في كل بلد، في مصر في يعني. أنا مرة والله شفت واحد رجل أعمال ضخم يعني كبير جدا عنده مليارات، فهو عندما يأتي بممثل مجرد أن يأتي به إلى زيارة إلى مصر ليأخذ صورة أو صورتين استأجر له طائرة كاملة وحفاوة وأنفق عليه مثلا 1,000,000 دولار. يعني هذا الشخص مثلا الملياردير اللي فعل هذا مع الممثل مجرد أن يلتقط معه الصور وأن يكذا، يعني قل له ماذا قدمت للثقافة وهل ممكن أن تقدم أنت للثقافة بشكل شفافي حتى يعني 1,000,000 جنيه؟ مستحيل. أنت إذا جيت له يعني مستحيل، يعني مستحيل. فعنتر هذا هو عنتر البشع، عنتر الواقع، عنتر الذي هو يتفاخر بملايينه، عنتر الذي يعني سنرى إنه ابنه عندما يذهب إلى المدرسة شايل شنطة كامل فيها البسكويت والحلويات أبو 15 جنيه والتفاح والمانجا، يقول الأستاذ أنا لو يعني من 6 أشهر ما طعمت ما شميت طعم المانجا. يعني هاي لكن عنتر أبناءه وهو يلبس هذا ويذهب إلى الكبري، وتكون الحقيقة أن كيف يستدرج عنتر وكيف أن يا ريت عنتر يتركنا في حالنا، يا ريت عنتر يترك المثقف أو الفيلسوف لوحده، ما أعطاه شقة والفيلسوف حاول أن يتخلص من عنتر بعدة وسائل ويقنع خطيبته خلص طز في الشقة هذه. لكن عنتر لا يسمح. عنتر أنت إذا دخلت في مزاج عنتر يعني أنت أديب أو كاتب أو فيلسوف أو مفكر أو قاضي أو شريف أو كذا، أنت إذا دخلت في مخ عنتر فعنتر سيحاربك، عنتر سيسلبك كل شيء. هاي المصيبة. عنتر لا يتركنا لوحدنا، مثلا لهم دنياهم ولنا دنيانا، يعني لهم فكرهم ولنا فكرنا. عنتر لا، عنتر يعني والدلالة الاستعارية القوية أن عنتر عينه على خطيبة على ناهد أو على عايدة خطيبة الدكتور جلال، وهكذا يغريها ويغري أمها بالمال وبالحفلات وبالهدايا و حتى أنه يستطيع بعد ذلك في الأخير أن يسلب جلال، أن يسلبك أيها الفيلسوف هذا الحب المقدس. يعني جلال أحب هذه، يعني نحن هنا لسنا مع يعني رجل سلبك امرأة، لا، المرأة هذه كانت خطيبته، كانت حبيبته، كانت متفقة معه في الأفكار، متفقة معه في الأسلوب الحياة، متفقة معه تقارب روحي وإنساني و عنتر جاء عنتر ليفرق، جاء عنتر ليمسخ هذا المكان، ليمسخ قصدي هذا الكائن اللي هو الشريك، اللي هو الحبيب، اللي هي القداسة، اللي هي العشيقة. فسلبك عنتر، يعني يسلبنا عنتر، وما زال عنتر، ما زال عنتر يسلبنا إلى هذه اللحظة، يسلبنا أعز ما نملك إحنا الناس البسطاء، الكتاب، المفكرين، الشعراء، المغلين في الحلم. نحن لا نريد عنتر، يعني إحنا لسنا طمعانين. يعني كان الدكتور جلال حتى أنه أبوه عندما يشتغل مع عنتر ويقول ليت يعني جلال أنه يفكر بطريقة كان يمكن أن يطويه داخل جيبه. كان ممكن أنت كفيلسوف، أنت ككاتب كبير عندما تتعرف على شيخ من مشايخ الخليج، رجل أعمال من بلدك،
يعني انا اقول لكم مثلا يعني ليس عنتر، انا اقول لكم والله مره يعني، واحنا كنا في قبل اكثر من عام بعد وفاه استاذنا الكبير الدكتور عبد العزيز المقالح، اتصل بي احد الاصدقاء من امريكا وقال حميد بدنا نعمل شيء مهم جدا عن عبد العزيز المقالح تكريما له، وقال لدينا في الولايات المتحده الامريكيه احنا اليمنيين هناك رجال اعمال يمتلكون شوارع كامله، يمتلكون طائرات خاصه، يمتلكون سفن، يمتلكون المليارات، فاذا طلبنا من احدهم 5000 10000 دولار لاقامه فعاليه او طباعه كتاب فلن يمانع. وبعد ذلك ذهب الى هذا وذهب الى ذلك وذهب ولم يعطي احد حتى قرش واحد، فاعتذر لي قال والله ما نقدر، يعني ما نقدر حتى هو قلت له انا ممكن نعمل حاجه حتى ب 500 يورو هون في فرنسا، ب 200 ب 300 يورو، والله لم يقدر حتى، يعني لم يصلني فلس واحد لا منه ولا من غيره. فموجود 100 عنتر وعنتر في كل بلد موجودين، وممكن يعني أن يصرف مليون ومليونين وخمسة مليون على تحت أقدام راقصة بشعة، يعني راقصة ليست بتلك الراقصة الباهرة الفنانة، لكنها راقصة مجرد تعرض جسدها وتعرض يعني حتى جسدها ليس ذلك الجسد الفاتن يا جماعة، حتى الذوق عند هؤلاء أحيانا يعني ليس ذلك، والله إنها ملكة الجمال وإنها الساحرة الأنيقة المثيرة جنسيا، الجسد الشهي اللي ممكن انت تدفع فيه، لكن احيانا تكون يعني سواء راقصة سواء عاهرة سواء كذا تكون بغلة، فيدفعون من اجل هذا الفخذ العاري ومن اجل هذا الكعب العالي ومن اجل هز الوسط ومن اجل هز البطن ومن اجل هز الاليتين يدفعون الملايين. فانت المطلوب منك اذا اردت انت ككاتب، انت اردت ان تكون كشاعر، انت كفنان، أن تكون عليك أن تكون مثل هذه العاهرة، أن تهز وسطك، هز الإليتين، حرك نفسك. هذا ما قاله الفيلم تقريبا في هذا الفيلم البديع، فيلم انتبهوا أيها السادة، هذه المتغيرات في نفس الوقت الدولة، في نفس الوقت النظام، في نفس الوقت الأنظمة هي لا تفعل شيء حقيقة، حتى هذه المؤسسات الضخمة، المؤسسات الجامعية، المؤسسات كذا لا تعمل على حماية مفكريها ومبدعيها، لا تعمل على حفاظ على كرامة الأستاذ الجامعي مثلا كمثال، اتحاد أدباء أو مؤسسات أدبية لا تعمل على حقيقة، لا تعمل على صيانة كرامة المنتسبين إليها أو المبدعين، لا يعملون يا أخي، هم يؤدون واجب إداري واجب كذا، وهم يعملون تحت وصية عنتر أيضا. يعني تجد الآن يعني وإحنا نتحدث مثلا زمان كان اتحاد أدباء الكتاب يعني الرئيس الاتحاد أدباء الكتاب يسقط وزير، يسقط أمه، يسقط وزير ثقافة ويجي ويدوس عليه بالجزمة. اليوم تعالي وين أعطينا واحد يعني رئيس اتحاد أدباء الكتاب أو رئيس مبدعين أو رئيس نقابة إنه قادر أن يرفع عينه في عين الوزير، يقعد بالعشرين الساعة منتظر حتى أن يدخل ويسلم عليه. فعنتر موجود، عنتر هو من يحكمنا، أو عنتر هو الواقع، عنتر هو الواقع اللي هو من السبعينات يا جماعة. إحنا الآن يعني السبعينات يعني حتى لو قلنا يعني الآن حوالي كم أكثر من 55 سنة ونحن ما نزال تحت قيد عنتر، ما نزال إحنا لسنا أحرار كمفكرين، لسنا أحرار كمبدعين، ما تزال الصرخة، ما يزال مسخ هذا الجيل. يعني تصوروا بعد 10 سنوات كمان وعندما ينشأ جيل جديد، يعني شنو ينشأ بالضبط؟ يعني إحنا الناس مثلا الموجودين الآن حاليا كذا، ما الذي سنتركه إذا كلنا ذهبنا ودخلنا تحت عباءة عنتر ومسحنا جزمة عنتر وحولنا عنتر إلى البيه وحولناه إلى المبدع وعطيناه الدروع وعطيناه شهادة الدكتورة الفخرية. بعض الجامعات تذهب والله تذهب وتعطي شهادة دكتورة للشيخ الفلان، لرجل الأعمال الفلان، لرجل الأعمال فلان مقابل 50,000 دولار، 20,000، 30,000 دولار، 10,000 دولار يتبرع بها، يعملوا له قاعة باسمه.
وطبعا بيعطي شوية بخشيش لرئيس القسم أو رئيس الفرع وكذا، يسموا قاعة باسمه، باسم الكاتب الفلان، باسم الشاعر الفلان، باسم. وإحنا يعني أنت مثلا تقول والله أنا أنتجت 20 كتاب 30 كتاب، تعال اذهب إلى يعني من يعرفك من أساتذة الجامعة أو من يعرفك من طلبة الجامعة في بلدك، هم يعني من يعني يدرس إبداعك في بلدك، من 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 من. فهذه هي المشكلة الخطيرة اللي ربما إحنا نواجهها. هذا الفيلم يضعنا أمام حقيقة، وهذه الحقيقة لا تزال الحقيقة موجودة، يعني فيه صدمة، وفيه صدمة كبيرة في الأخير الجنون، أو في الأخير عندما يخرج الأستاذ الجامعي على يعني حل شعره، أو كما كأنه مجنون، أو كأنه يعني كفر بهذا بكل شيء، يعني أصبح يعني عنتر سلبه حبيبته، سلبه أبوه، سلبه أخته، سلبه كل شيء، ويطلقون عليك أنت يعني بدل ما يقولون أو يناقشونك يطلقون عليك أنت مجنون، أو أنت تفكر تفكير غير واقعي. يعني أنت لازم تعديها، أنت لازم كنت تتفهم، وكأن يعني حتى هذا العمل أو كل الشخصيات كأنها يعني تعطي اللائمة على الدكتور جلال، يعني كأنها هي تلومه، كأنه هي تدينه. هذه إدانة المجتمع. يعني أنت شاعر، وأنت كاتب، وأنت فيلسوف، وأنت كذا، وتكتب وكذا، وبعد ذلك حتى إذا قدر الله أصبت بجلطة ولا موت ولا شلل ولا جنون، الناس تدينك، والله هو غريم نفسه، يعني هو اللي سبب نفسه، هو لم يفهم الدنيا على حقيقتها، هو لم يكن واقعيا، هو كان حالما أكثر من مجرد حالم. فأنت تدان حتى إذا قدر الله أصبت بالجنون، أصبت بالشلل، أصبت بالموت، أصبت بالكذا، فأنت يعني رغم أنك تقدم لهذا المجتمع نوع من أنواع التفكير، نوع من أنواع الدعوة إلى الحرية، إلى التأمل، إلى محبة الجمال، إلى محبة الروح، إلى كذا، رغم ذلك أنت إذا أصبت بالجنون، إذا أصبت بكذا، أنت إذا كذا، المجتمع كله يلومك ويحكم عليك حتى بعد موتك أو بعد جنونك. والله ذاك الراجل يعني كان يعني غير واقعي، هذا الرجل لم يكن يعيش في الواقع، هذا الرجل لم يكن كذا كذا. إذن هذه يعني خلاصة كانت سريعة، ودعوة إلى إعادة صراحة مشاهدة هذا العمل. هذا العمل يطرح أسئلة يعني جريئة، يعني تقريبا 55 سنة على إنتاجه، إلا أنه واقع لا يزال معاش. وكما قلت في البداية عندما نشاهده سنجد أنه عملا ربما فيها الكثير من الواقعية، فيها الكثير من المباشرة، لم يذهب إلى الزخم الجمالي، إلى خلق إطارات، إلى خرق أطر جمالية، إلى التلاعب بالضوء والظل، إلى 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 إلى، لكنه ذهب إلى الواقع. وبعد ذلك سنرى أن كل شخصية من هذه الشخصيات هي عبارة عن دلالة استعارية متحركة. فهذه الروعة بعمق الأفكار وبالنقاشات الكثيرة أيضا الموجودة، بالحوار الرصين، بالكذا، ولا نشعر حقيقة بالملل، رغم يعني أنا أقول إن عدم وجود هذه الفنيات أو عدم وجود هذا الزخم الجمالي، لكن الجمال الحقيقي بعد ذلك أنت تعيد تستكشفه أو تراه في هذه الشخصيات، الأداء الرائع، الممثلين البديعين، لكل واحد أعطى يعني روحه، أعطى ذاته، أعطى يعني أناقته. فهذه أيضا هي جمال السينما، إنه أيضا هناك ممثل، هناك كاميرا، وترصد يعني هذه تقاسيم الوجه، ترسم رعشة الجسد، ترسم الابتسامات، ترسم الضحكات، ترسم كذا. كنت معكم حميد عقبي، وكنا مع فيلم انتبهوا أيها السادة، من إخراج محمد عبد العزيز. انتبهوا أيها السادة، لأن عنتر ما زال لا يزال موجود، عنتر لا يزال يعني يدوس علينا، عنتر لا يزال يريد أن يشوه مستقبلنا، عنتر يعني فقط يريدنا أن نأكل. وهاي الدلالة أيضا جيدة، دلالة استعارية، إن نحن نرمي بالزبالة، عنتر يعيد تشكيلها، يعيد تصديرها إلينا، حتى اللحمة اللي نأكلها نحن،
عنتر يعني يربي تلك الدواب أو يربي تلك الخنازير والبقر والحمير والكذا، ويعيد جعلنا نأكل من نفس من نفس زبالتنا يعني. فهذا عنتر، عنتر ذكي، وعنتر عصر، عصر عنتر، الواقع واقع عنتر. لكن مع ذلك يجب أن يكون هناك أمثال جلال وأمثال الدكتور جلال، أمثالنا وأمثالكم يجب وسيظل موجود يعني. وكما قال جلال، الأنبياء ماتوا وهم جوعانين، الأنبياء ماتوا وهم مذمومين، المفكرين والفلاسفة لم يموت أحد وأقيمت له جنازة حافلة، يعني قبور كثير من المفكرين والأنبياء لا تزال مجهولة ولا نعرف وين دفنوا. ولكن بعد ذلك استيقظ العقل الإنساني والروح الإنسانية وشعر بجماليات هؤلاء، وشعر بأهمية هؤلاء، وشعر بفكر هؤلاء. فإحنا اليوم ولو نحن غير مرئيين، إحنا اليوم لولا أن يعني عنتر يريد أن يضيقنا، يريد أن يسلبنا حبيب يعني حبيباتنا عشيقاتنا، يريد أن يسلبنا روحنا، يريد أن يسلبنا، يريدنا أن نكون خاضعين له، يريدنا. ولكن يجب أن نقاوم، يجب أن لا نبيع لعنتر أنفسنا، إبداعنا. تحياتي محبتي، كنت معكم حميد عقبي، باريس. تشاو تشاو، أتخبي أنتو.